يلا دقيقة بالظبط. للأسف نحن واجهتنا العديد من الصعوبات، بداية بقوانين المقاطعة الاقتصادية الجائرة الأوروبية والأمريكية المطبقة بحق الجمهورية العربية السورية، تبع ذلك مشاكل بوصول ونقل المواد، تبع ذلك الظروف الأمنية المحيطة بالموقع. الحصار الجائر اللي انفرض علينا خلانا نواجه صعوبات كبيرة، سواء من مجال تأمين قطع الغيار، المواد الكيميائية اللازمة، المعدات، كل الوسائل التي تمكننا من استمرار العمل في هذه المنشأة تعرضنا لحصار جائر وعدم إمكانية الحصول عليها. ولكن من خلال الخبرات الوطنية المحلية 100% والاعتماد على اليد العاملة السورية وعلى التصنيع المحلي تمكننا من تجاوز أغلب هذه الصعوبات. نحن نتيجة الدروس اللي تعلمناها بالأحداث وبالأزمة أوجدنا حلول بديلة دائما بحيث نحافظ على الإنتاج عن إيجاد بعض خطوط الباي باس لنتابع إنتاج الغاز وتسليم الغاز لمستهلكينا، وبالدرجة الرئيسية هي محطات توليد الطاقة الكهربائية.